يلا نسوي لوحة جديدة. قصيت هالشكل كنا جبال، الحين بلصقه هني. الحين بحط ماي في هالسبيس وبقط بنفسجي ووردي وأزرق. بشيل ورقة لأن ورقة فعالي يعني يتسرب اللون. خلطت هنا أزرق وأسود، الحين باخذ اللون وبحدد الجبال. تحت الجبال بحط لون أزرق وبدمجه وعليهم أبيض بهالشكل. الحين بماي وأزرق وأسود برسم أشجار هني. الحين باخذ وردي بسوي بالأرضية، تحت بحط بنفسجي وبدمج، بشيل ما بينهم شوي. الحين بلون هالسبيس بنفس لون الجبال. الحين باخذ أسود برسم جذع شجرة. الحين بشيل الشلوشن. خلاص، إيش رأيكم في اللوحة؟